منذ سنوات وعقود لا يمكن أن نتحدث في التعليم المغربي عن المجانية. لماذا؟ لأن جزء كبير من المغاربة يدرسون أبنائهم في المدارس الخاصة، والجزء الذي يدرس في المدارس العامة نفسه فهو ملزم اليوم بالنظر إلى وضعية التعليم بالمغرب إلى اللجوء إلى ساعات إضافية، إلى دعم ومدارس خصوصي، يعني تعليم ودعم خصوصي، يعني دروس خصوصية، وإلى تكاليف جانبية أخرى تجعل بأن التعليم يعني في المغرب ليس مجانيا، بل أن ما لدينا اليوم هو مستوى من المجانية فقط، مستوى من المجانية. وبالتالي يعني المغرب اليوم حتى ينهض بتعليمه هو مطالب بأن يستثمره في التعليم بالشكل الذي يجعل هذا الاستثمار استثمارا من أجل المستقبل. نحن تحدثنا عن هذا الموضوع بهذا الشكل وبهذا القوة لأنه هو موضوع مصيري يهم يعني المجتمع ويهم الأمة جميعا، لأن لا يعقل الآن أننا نحن نطالب الآن بدعم أكثر للغة اللغة الوطنية فيأتي من يريد الإجازة أكثر عن هذه اللغة. هذا هو كان مصدر الحديث يعني عن الأمر، لأن اللغة العربية الآن أين هي في حتى في التعليم يعني مزاحمة بشكل كبير جدا. بالنسبة يعني الحديث حديث الوزارة على تعليق هذا يعني غير صحيح، يعني السياق كله الذي ذكر نحن هذا مجالنا، جاءت ذكرت معطيات بيداغوجية وتربوية، هذه كلها معطيات غير سليمة وغير يعني ثابتة أمام هالدعوة إلى الـ إلى الـ إلى يعني الـ يعني الـ يعني الدارجة. لماذا؟ لأن نعم في كل اللغات يتم هناك الاقتباس من نهج الدعوة، ولكن الاقتباس عنده ضروع قوانينه، أولا له يعني مبادئه البيداغوجية والتربوية، وله أيضا يعني عادة شو انظر اللغة الفرنسية، لها أكاديمية اللغة الفرنسية هي التي تفصل في استعمال هذه الكلمة أو لا، وإضافة هذه الكلمة أو لا إلى 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 اللغة. وهذا مشروع بالمناسبة استعماري قديم جدا، يعني الحماية الاستعمار الفرنسي عندما كان في المغرب بعد سنوات من حلوله في المستعمر في المغرب، جمع مختصين وطلب منهم أن يدلوا برأي حول استعمال الدارجة، اقرروها كلغة في المغرب. فهؤلاء المختصون هم فرنسيون وبعض الناس المرتبطين بالشأن المغربي كلهم أجمعوا لأن هذا مشروع فاشل هذا المستعمر. وقلت على أن المشرع الدستوري لسنة 1996 خلال دستور 1996 كان أكثر أو أظهر التزام الدولة أكثر تجاه المرجعية الدولية وخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومضمون تعليق 13 الصادر عن الهيئة التعاقدية يعني اللجنة الأممية المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. عندما نص هذا الدستور في الفصل 13 على أن التربية والشغل حق لجميع المواطنين على السواء، في حين أن المشرع الدستوري لسنة 2011 يعني دستور 1 يوليو 2011 حاول أن يظهر إلى حد ما تخلي الدولة عن هذه المسؤولية عندما أورد في الفصل 31 على أن الدولة والجماعات المحلية تعمل على تيسير الولوج إلى مجموعة من الحقوق الاجتماعية وفي مقدمتها التعليم. إذن هناك منذ سنة 2011 على مستوى الدستوري يبدو على أن الدولة ماضية في اتجاه تخلي عن مجانية التعليم وخصصة هذا التعليم وإتقال كاهل الأسر المغربية بالعديد من المصاريف فيما يتعلق بمتابعة الدراسة وكذلك زيادة في أسعار الكتب المدرسية. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.